السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا يعني وين ساكين ظهورهم صبحوا ظاهرين وما بالي ديروا عمليات جراحية، ديروا استئصال الورم اللي راه فيكم، ديروا مساكين. اقول لك صادي، اقول لكم صادي يعشيهاكم 700 تاع، اقول لكم صادي يعشيهاكم، صادي راه بوته. اقول لكم وا وا الو وي وا ايه بشويه بشويه قلع لهم، قلع لهم على الجهه تاع راك مرقدهم على كلوشهم، قلع لهم ذاك الاخر، قلع لهم على الجهه تاع لاكوش، على لاكوش، على لاكوش. وذاك هذاك بروحو ذاك المخنس وجماعته قلع لهم على لاكوش، على لاكوش. وا لا لا هذيك قاسامه نسخسوها هذيك، لا لا ما توشيهاش، خليها كيما كامله، خلي كيما هكا هذيك البقره، غير خليها المكان له، خليها هذيك البقره نذوبوها لها لداخل في البرواقيه، نذوبوها لها في البرواقيه، نخرجوها عجوزه. رانا عارفين شكاي وا أبلا قابوطه ويا لطيف وجا اولوت قابوطه با 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 قا ولاو يسلموا، سنا شفتهم ولاو يسلموا، شفتهم لطيف هما. واه واه كلاو كلاو كلاو، ما راحوش هاك، ما راحوش هاك، كلاو هيا بصحتهم، هيا هما بروحهم يتعكروشهم. لا 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 تعكروشهم برك، تعكروشهم الجمعيات عادي، اقول لك هذوك واه لا هذيك الجمعيه غير تعكروشهم، لا تعكروشهم برك، على هما يا حبيبي انت كنت خايف، لا ما تخافش، لا انا كي شفتهم داروا شو اروح، تقول لك اروح انا كي شفتهم داروا لونكيت، عندي كانت عندي معلومه من عند واحد العضو يعني معاهم، قال لي داروا لنا كاع لونكات، وقال لي الاخرين ما داروا لهمش لونكات، عرفتها بلي قلت له بصحتكم، قال لي كي قلت له بصحتكم، انا نقول لك بصحتكم. واه هي على هذيك خرجت انا قلت لهذوك الهايشات مساكين. واه وا 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 مساكين وا وا ها وا ولا واه 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 وا. أو انا قلت لهم التليفون الاحمر، واه التليفون الاحمر، انا خلصت خطره بك التليفون الاخضر لك حل عند ربي، لا غادي من بعد نولي بالابيض مسالم، مسالم لا نولي بالابيض مسالم. واه واه مساكين واه واه عم يديرون في العمليه وصحه والمخنث وبو كلبه، بو كلاب، ذاك اللي يغسل الكلاب، يغسل الكلاب تولات الناس تقارع له، يظل قاعدنا يغسل الكلاب، اي جاي يجي في الليل ولا يدير في اللايف. او واه 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 ايوا هل عرفتم سبب ايوا لا والله ما زدت يقولها صايك صايك واه واه يعني هل عرفتم السبب؟ نعم صديقي، هي لعبة المراعير، فرق كبير بين من ترك الخزينة مملوءة ومن أفرغها، فرق كبير بين الحاج محمد الأوراوة يعني وتلميذه المخلص وهو والي الثاني الذي ترك ما يقارب أو يفوق 800 مليار، زد عليها العملة الصعبة، زد عليها العقود الإشارية بقيمة الملايير، زد عليها وديع في البنك بالملايير. نعم إنه الحاج محمد الأوراوة الذي تكلمت عليه الخنازير، الحاج محمد الأوراوة والوليد صالي والذين تكلمت عليه الخنازير. انظروا من جاء بعده، زتشي يا زتشي بعده، عمارة عمارة والله من عمارة والله لا خاطئ، وختمها زويزر، ونسال وين 113 مليار صرفت كيف واين وهي ماذا صرفت، ما هم وحدهم يعرفون. يقول القائل كيف يعني بالعمله البسيطه، صدقني صديقي العزيز، الحاج ترك 800 مليار
واليوم الاتحادية مديونة كما قال دراج ب 550 مليار إجماع ما ترك الحاج، يعني مديونة كلاو 1200 مليار. دراجي قال 500 مليار، أنا نعطيكم الرقم الرسمي من الداخل وغادي تسمعوها إن شاء الله بربي. قال لي تقولوا 500 مليار، أنا نعطيكم الرسمي. الدين خلاو 550 مليار، كلاو 1000 مليار، أكثر من راك فاهم الصدمة كي دايرة. كلاو 1000 مليار، 1200 مليار كلاوها راحت. حنا ماناش نقول لكم خونتو، أنا نقول لكم كريتوها. وا وا كي غادي تكمل عليكم، وا وا أنا نقول لكم يعني 550 مليار إجماع ما ترك الحاج وما هو الدين يعطيك ما صرف يعني بالملايير يا حبيبي. لم تنتهي هذه الظاهرة بالأموال، زد على هذا أين الأموال العقود الراعية، أين عقود الإشهار، زد أخي العزيز أين الأموال التتويجات والتأهلات، كل هذا الأموال صرفت. إذ لم أخطئ وجل من لا يخطئ لقد صرفوا يعني ما يفوق، أين ذهبت كل هذه الملايير، أين المحاسبة. لن نتهم أحد، لكن إن لم يكن هناك سرقة ونهب المال العام فهناك تبذير وسوء التصرف في المال العام يعني وبإطالة القانون يعاقب كل من ساهم في هذا التخريب والتدمير وضياع المال العام. عرفتم اليوم لماذا تشن كل هذه الحملات المسعورة ضد شخص يعني صادي والحاج محمد روروة؟ هل عرفتم لماذا يخافون من اسمه ومن ذكره حتى فيما بينهم؟ عرفتم اليوم لماذا دعموا عمارة وبعده زبيزف؟ المهم الحاج أو الصادي يعني يبقى بعيد لكي لا تفتح دفاتر وتتقلب صفحات التقارير المالية ولكي لا تنكشف الفواتير والأجور والعقود كيف تذهب ولمن تذهب. هذا هو السبب الحقيقي لمحاربة الرجال والكفاءة، لا شيء إلا لحماية شخص واحد وعهدته. لكن المسؤول الوحيد على هذه المهازل والتبهديلة يعني هما معروفين، يعني معروفين، ويجب المحاسبة إيقاف هؤلاء المرتزقة ومحاسبتهم شر محاسبة. عاوداكم لا لا هاو لو يزعفوا على وكل هاي شروا لو يزعفوا مساكين هاي اللي كوموتر كاو يدخلوا لا تاكاو يطيعوا تاع زورو نديكم زورو هيا هاك هيا روت تربح روح هذه هي هيا يا ودي راخر خرجكم كاع تربحوا راه الحاج محمد خرج نصكم وصادي يكمل الكلاب كاع تاعكم كسر النباع هذه الأيام وخرج الكلب من تحفظهم والظهر صوتهم اليوم والبارحة بمجرد ظهور اسم يعني صالي في الساحة يعني لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومندهش في الأمر. ليس المرة الأولى انتخاب عمارة كانوا معه وضد الحاج وجماعته الذين لم يترشح، ذهب عمارة وجاء زويزف فكانوا مع زويزف وضد الحاج وجماعته الذي لم يترشح، واليوم التاريخ يعيد نفسه كلهم يعني كانوا ضد الحاج وجماعته الذين الحاج ما قالش نترشح طايحين عليه يعني دايرين السوق هذو اللي هذا تشوف العملية تاعهم لا كملت. الو واه قلعت لهم من جهة لاكوش، اقلع لهم من جهة لاكوش، اقلع لهم ولاكوش جهة تحتانية من جهة لاكوش البلا البلا اقلع البلا اقلع البلا واه واوا ديروا لهم مسكرة تاع واوا هو وكلابه هذاك عمو هيشة ولا راجل ايوا انتيا ما غاديش نحوسوا عليك انتيا نخلوك. على بالنا البارح باللي فتي في المحكمة مع حافي الدراجي، على بالك على بالك باللي على بالي امو شايبي عيطي الشايبي يسلكك امو شايبي، على بالك باللي فتي مع حافظ الدراجي، أباكي مازالك بزاف صوالح، خبر يجيبوه توالا.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير و بارطاجيونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صحيت وخاطر.